موضوع رنتي قد بلادن لغانا يابا جوانب تقار كودين ان هراوغا هذا اللي او رمضان نسيه الرئيسي وحان حسوس تهل كانين انو كاقا هذا اللي الطاقات المهدرة او داين ضيعني ان موضوع كلاوة لغي يابينا نتك كهشان او اقرأ واكتب كصاب سيسن اقونتا موضوع صدحات والغي يابينا نتك كهشان او كصاب سن كوبعين تمسكح ذا iy kan maanta aan ka wado afarta mowduuc ba dhan bay wada socdaan al himma al aliya al himma fi al lugha wa ma huma bihi min amr li yuf'al wa waxa lagu warwaro ama lagu fakaro si loo sameeyo ama himmada waxay ku tilmaamaan al ba'ith ala al fi'l wa waxa qofka ku bixiya inuu wax sameeyo دبتنا همة كرئيسة هي همة هوسيسة لغو سفاية علماء اللغة غار كم يدو حيلين سيد صاحب المصباح الهمة وبالكسرية وأول العزم لكن وقد تطلق على العزم القوي ابن القيم رحمة الله عليه وحلي همده وفعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة والدونستو هل كي يكبل أبطا وحاقف كوكو هميي ووحاكو وادي وإرادة ده هل كوكوها وصيصة لكن بولي هي علماء فنقة كان كورن تابولي ومسألة السلوك مركو كورن خصوها بنهاية الإرادة بولي إياق وحي كوكاري يالين مركي علو الهمة العالية كورن ميانا ما همة ده مركي كورن ميان إنك استوال لغضا يتهيبوا لي مبدأ الإرادة هذا فن السلوك والزهد مركا لغا ورمي نهاية الإرادة بالو أديك سيد أبو لي هل كوغد بيسا إذن فالهم مبدأها والهمة نهايتها أبو لي هم قنا وبلوغة همدنا ونهاية أمر دميس هل كوغد بيسا يعني مسألة علوم تربضنا وكالنوع على غا ورمى كابن القيم وابن الجوزي ومن شاكلهم علماء علم نفس الإسلام أو السلوك رقم كي يسيد اللو بدلو يا عبادات كي يوحي لها المال كور رماوي كور رمان كتب تودن أين بدن بطقار كيسا علماء الأخلاق أخلاقيات كا علماء كور رمتا يا مسلمين تا إيا غنى كتب تودن أين بدن بطقار كي دون تاين مسألة كور رمايا علماء التربية وكور رمايا دلنتا يا سيدي هان لو قصمين لها إيا هان كوحا هاصدقية وحا كرو قاضة وان قضية السوشيال قرى اللو دينين يعني سوشيال مركة ينو لان نهي بلشادو انت بضان وطبقات مثلا بلشادة طبقات حاكم كي وحما مشي بغرر دا لي ما مولا ياشا سرى لكوا دشادو انت بضان هان سرى كو قران وهي قري بي كو قران دي بلشادو ايوبا هانتا هاي ويقا لغا ما مولو بلشادة طبقات هو سي حوك ستة دي هان وحبا هاي سن دشادو وحي كو قرطا هان يري وهي انت بضان هدانو دا أباها ما هو يدا ما فاملي قاسي أهين فاملي تربية في عم بحين أيه أيو فا تربية دا بلشيدة كسي دايان المه سنة هن يريا انت نابيه كشقيين وقبطون أيو كوكورا إذن علماء التربية وحي كور رمان سيب بلشيدة دان هن سر الله وقصبين كريا علماء النفس إمي كدا عصر قاند بوحا بچرا قيب كمدا سايكولوجي قولي دا بوساتيف سايكولوجي ay kaga warramaan binaadamka se more talented looga dhigi karaa more efficient looga dhigi karaa se hansare loogu sameeyaa waa farac kamidaba hadda maxay furucda cilmi nafsi idan kullu hadhihi al-ulum mid bajanib ka soo galaba waxay ka wada warramaan hankan koreya marka aan leeyna waxaanu ka warramaynaa culuu lihimma waxay culimada barku taariifiyaan inay tahay istisgaar ma duna nihaya min maali al-umur waqafko yaraysta wixii ka hooseeya arrimaha ku wada sare yani waxa hoose aan qiimo badan siinin ama waxay dhaan waa talab al maratib samiya waqafko raadiya heerka ama martabadaha sare uu ka fikiro raadiya walidalik ba raghib al asfahani wuxuu leeyahay kabiirul himma marka la yiraahdo
وقف همت سري مركا ليداه دو وقف أن رأليكو أهين بولي هميغا حيوانك وهميغا حيوانك وام حي وقفك أكور وروم بولي علوش بوحين تيدا يفرجك هقب تركيسة يا انت كور وراه وهمي حيوان كبولي هي كاو حكسر ريب الله يده بولي الهم العالية علماء قال هذين تعريف تود المامن وحيله هو نشدان الكمال الممكن وقف كور رادية ضم يسترنك بين ادمك هل كي قفكو مركو غادا بو ضم يسترمي وانكو meelaha hoose ee bini'aadamka iyo aragtiyihiisa aan ku koobsanin sadaradeed baa waxaad maqli doontaa iyadoo la leeyahay fulan un dhu himma aw dhu azima hebel waa nin himma sare leh ama azima leh ama hammigu inta badan waa alfikru fi izalati almakruh waa warwarka hammiga caadiga isagu waa qofka wax ka warwaraya mushkilad haysata siduu xal ugu heli lahaa haddaba marka inuu hammiga koreeyo ka warramayno waa arrin ay soo hoos galayso aljiddu fil umur qofka si hagar la'aana wax u qabta waa arrin ay soo galayso atrafu an asagair wadanaaya qofka ka han sareeya waxyaabaha liliita ama hooseeya waa arrin ay soo hoos galayso atumuh ila almaali qofka hiigsi fog ama hiraal fog leh meel duruqsan hir fog raba inuu gaadho ama seego idan waxaa soo dhan waxa soo wada hoos gelaya culuwul himma ibnul jawzi raxmatullaahi calayhi fi kitaabihi sayd alkhaatir aan kelmadii idinka soo naqliyo waa culimada runtii masaladan aadka uga waranta wuxuu leeyahay bini aadamka hadday suurtagal noqon kari lahayd inuu cirka koro waqtigiisii dee cirka lama fanan jirin imikase dee waa tan rokitiyada iyo wax la dirayo waa tan la isku hayaba safar siyaaxa ma laga samayn karaa xidigaha sare qaar ka mid ah in siyaaxa loo tagaaba bini'aadamka hambigiisu hadda ku jira laakiin cahadigiisii dee cidduu shaaba ma jirin cabaas ibnu faraas miya la odhan jiray ninkii caalimka muslimka ee koowaad ee isku dayaya inuu duulo dee isna akhirkii waaba u dhintay intuu minaarad ka soo booday baalal iyo waxbu rakibtay dhowr goor horu ku guulaystay maalintii dambe magaalada oo dhan yidhi isu soo baxa dabeetana meel sare ayuu ka soo booday baalashii iyo waxbaa si uga furmo ka dabcay kadibna wadaadku dhabarkii waxbu ka jabayba wuu u dhintay yacni markaa waxay ahayd nin baa duulaya dee waxaan la arki karin bay ahayd haddaba wuxuu leeyahay ibnuljawzi haddii la sawiri kara buu leeyay ciduun hadday suurayn karto lilaadamiyi sucuudu samaawaat in cirka la qaban karo haddii la sawiri karo la ra'aytu min aqbaxi naqaa'is ridahu bilard waxaan u arkaa buu yidhi meelaha ugu liita inay ka mid tahay inaad adigu raalli ku ahaato inaad dhulka iska joogta buu leeyahy haddii ragba cirka u kacay inaad adigu dhulka fadhida waa doqoniima buu leeyay ibnuljawzi walow kaanat innubuwa tuxasilu bilijtihaad haddii buu yidhi nebinimada dadaal lagu heli lahaa iyo howlkarnimiyo ninimo hadday nebinimadu wax lagu gaadho ay tahay la ra'aytu almuqasira fi taxsiiliha fi xadiid ninka nebi noqon kari waaye isagu iska fadhiya doqonnimaynu u arki lahay buu yidhi hayra annahu idaa lam yumakkin dalik fayanbaqi an yutlaba almumkin arrimahaasi hadda suurtagal maaha buu leeyay casrigiisii laakiin wixii suurtagal ee kasta in la raadceeya weeyaan buu leeyay aragtida toosani waxay tilmaamayso idan ibnuljawzi raxmatullaahi calayh fi kitaabi sayd alkhaatir wuxuuna ugu tilmaamayaa bini aadamka inaad meel soko hankaagu uu ku hadha inay nacasnimo tahay liidnimo inay tahay iyo shay laga koro laga weynaado hadday jiraan rag cirka koray buu leeyay dhulka raalli ma raba ha ku noqon in adigu inaad joogto wuxuu kaloo leeyahay haddii nebinimo ijtihaad lagu gaadhi karo tan dambe iyadu suurtagal maaha weligaaba dadaalay nebi ma noqon kartid nebinimadu waa maxay waa istifaa allahu yastafi ilaahay baa doorta laakiin wuxuu leeyahay haddii baa ay suurtagal oo bini'aadamintu ka fakaro la odhan lahaa dadaal baa lagu gaadhaa inaad nebi noqonin waa nacasnimo buu leeyahay ee waa inaad kor u kortaa si aad meeshaasi u gaadhi karto haddaba ayuha alaxiba masaladaynu ka warramayna waxa weeyaan insaanku wax kasta oo mumkina oo uu xaqiijin karo wax kasta oo suurtagala oo uu xaqiijin karo fi ayi majaal
inaad raadacaysaa baa muhiima. wax kasta oo suurtagal ah in la xaqiijin karo inaad raadacayso. ibnu alqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi baasina wuxuu leeyahay, caamadu dadweynaha waxay yidhaahdaan buu yidhi, qiimatu kullu mri'in maa yuxsin, qof kasta qiimihiisu waa waxa uu hagaajin karo, waa farsamadu yaqaaniyo wuxuu yaqaano. walkhaasatu taquul buu yidhi, laakiin dadka indhaargaradka iyagu waxay yidhaahdaan buu yidhi, qiimatu kullu mri'in maa yatlubu, qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo. yacni caamada waxay yidhaahdaan buu leeyahy qof kasta waa intuu garanayo, laakiin khaasada waxay tidhaahdaa buu leeyahy qof kasta waa intuu ku haminayo iyo intuu ku warwarayo uu raadinayo. abu tayib almutanabbi, shaacirkii carabeed ee macruufka ahaa almutanabbi, dee waxaabu isku dayay inuu nebi sheegto, waxoogaa buu ka tabartabarsiiyey, markaasaa la xidhay, aakhirkii buu ka toobad keenay uu ka soo noqday. mutanabbi baa wuxuu leeyahay gabyadiisa diiwaankiisa qayb dhan baa ku jirto aada u tiro badan oo kaga warramaya hammiga sare iyo hanka sare iyo qofku meeshu. walam ara fii cuyuubi innaasi cayban ka naqsi alqaadiriina cala tamaami buu leeyahy, maan arag buu leeyahy ceebta bini aadam ceeb ka liidata qof wax awoodo hakrado meel hoose jooga, qof wax awoodi kara oo haddana aan samaynaynin ceeb ka liidata anigu maan arag buu leeyahy. ayuha alaxiba, himmadu markaa waxay yidhahdaan waa laba qaybood. qayb waa wahbi, yacni waa loo dhashaa, qaybna waa kasabi bay yidhaahdaan, waa la isku tarbiyeeyaa, waa la kobciyaa. laakiin qof kastoo bini aadami nooc min alhima wuu ku dhashaa. walidaalik baa waxay ku tilmaamaan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahay bay yidhaahdaan laba shay, mataalibahum wa hadaafahum, waxa ay doonayaan ama hadafkoodu wuxuu yahay, taargetka, goolka, yoolka, meesha uu raadcaynayo, halka uu ku socdo, bini aadamku wuu ku kala gedisan yahay. dee nin janno doonayo raadcadeed ku jira oo booska ugu yari uu yahay dunidan toban laabkeed, iyo nin qurs yaro dunidana qayb ka mida ku mashquuli, waa kala nooc, waa laba hamo. cirkiiyo dhulku intay isu jira isu jira, waayo ninna wuxuu raadcadeed yahay adduunkan toban laabkeed baa ninka u boos yari leeyahay. marka adduunkan toban laabkeed wax ka ballaadhan buu habeen iyo maalinba raadcadii ku jira, ninna wuxuu raadcadii ku jiraa maxay? in yaroo adduunka ka mid ah madaxnimo, tuulo yaroo intaynan aynu deganoo kale inuu maamulo, iyo wax la mid ah waxoogaa lacaga reer hebel inuu u dhaqaalo bato, inahaasuu raadcadiisu tahay. waa laba hamo aada u kala fog. idan bini aadamku mataalibta iyo ahdaafta waa ku kala gedisayin. waxay kaloo ku kala gedisayin bay yidhaahdaan alhimam almuusila ilaa hada almataalib waalahdaaf, hanka gaadhsiinaya meeshaa oo mid baa han iska haya, laakiin hankiisu waa riyo, maba dhaqaaqo, waxba ma qabto. idankaasi day dreaming buu ku jiraa, waa qoladan ay yidhaahdaan socodku ku riyooda, dadka badhna markay seexdaan oo qudhay riyoodaan, dadka badhna iyagoo soconaya riyoonayaan, soo jeeda. yacni ninkana waa riyo wixiisu. waxay yidhaahdaan markaa qofka ku haminaya mataalibta sare carab ahaan af ahaan ka sheegaya, laakiin ficilkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu aanu u muuqanin caynkaasi, waa mutamanni bay yidhaahdeen, maqruura. laysa biamaniyikum walaa amaniya ahli alkitaab man yacmal suuan yujza bihi, baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. amaanidiinna waxaa iskaga yidi dooloonaysaan maaha, baa ilaahay leeyay, iyo ahlu kitaabku iyaguna waxay ku yidoolonayaan, ee man yacmal suu'an yujza bihi, ciddii xuma samaysa waa lagu abaalmarinaya. idan qofka isagu hammi baan leeyahay leh, laakiin ficil aanu ka muuqanini, kaasi waa mutamanni ama waa maqruur, waa mid la kadiyey. mataalibu dunyaana tamanni qura laguma gaadho, ee adduunya qallaaba bay yidhaahdeen, waa rag iska dhicin iyo loolan ayaa lagu gaadhaa, oo loolanka ay ugu horeyso naftaada aad la loolanto, wax ku xidhxidha naftaada ugu adag. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim, maa bilanfus haddaanad jabinin
waad xidhxidhantay waata aynu hore u tilmaamnay inaynu silsilada nafta ka jabinayno. Macnaheedu ah haddaanad xadhigan koowaad jabin ficilku maba socdo. Walidaalik addunya hallaaba bay idhaahdaan, waxaa lagu gaadhaa lagdan. Idan dadka waxaa ka mid a qaar kow kuwaasi waa gruub, gruubna iyaga marka horeba hamigoodaa liita oo safaasif ilumuur iyo wixii liita ayay hamigoodu yihi. Oo qaybta tan han wuu leeyee hadafkaa ka xun. Matalan waa nin han leh laakiin hadafkiisa in la tunto iyo in la heeso iyo in la boodboodo iyo in dunida la marmariyo, intanbaa hadafkaa liita. Laakiin shaydaannimada wuu ku xeel dheer yahay, xog buu jiidhaya, waa leeb xagga kale uga dusaya. Laakiin kaa haddii hadafka loo saxo wuxuu noqonayaa kuwii nebigu lahaa maxay, annaasu macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaami idaa faqahu, waa duul hadday wax fahmaan toosanaan kara. Dadka badhna hamiba male sida xooluhu isaga nooli, wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahaa waagu saakina beriyeena dhaqaajiya weeyaan, adceeddun soo baxeedu iska sugaya. Wax kaloo uu ku hamileeyey ma jiro. Waxay idhahdaan kuwaasi waa kuwa hadday joogaanna wax lama weydiiyo, hadday maqan yihiinna lama tabo. Meesha hadday joogaanna cidi wax ma weydiiso, hadday maqan yihiinna lama tabo. Erayadaasi afarta kooxood aynu u qaybinay bitacbiir ibn alqayim haddaynu soo qaadanay wuxuu leeyahay, bini aadamku wuxuu ku kala gedisanyay buu yidhi laba shay, macrifatu alxaqi min albaatil oo ahdaafta iyo mataalibta ah, iyo iitaaru alxaqi cala albaatil oo hamigii kugu bixinayaya xaqa iyo baatilka inaad kala garato, iyo xaqa inaad ka doorbido baatilku aad raadacayso. Masaladaa markaynu eegna buu yidhi basharku aqsaam afaray u qaybsamaan, kooxda ugu sareysa buu leeyay waa ambiyada. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba uli laydi walabsaar, waxaad xustaaba ilaahay leeyay addoommaha iyagii, nebi ibraahiim ahaa, isxaaq ahaa, yacquub ahaa, saddex nebiyoo isdhalay. ilaahay muxuu ku sifaynayiin ulu laydi iyo walabsaar, waa ulu laydi ay ulu quwa, quwa nafsiya, hima caaliya, quwa camaliya bay leeyihiin. waxay kaloo yihiin baa layidhi ulil absaar, waa indheergarato. Labadiiba iyagu way wadaagaan, hadafkuna wuu cadyahay, oo xaq iyo baatil way kala garanayaan. Meesha lagu socdo ahdaafta koraysa iyo kuwa daniya waa u kala soocan yihiin, himmaddii iyo waxqabadkiina way leeyihiin. Idan bulshada gruubka labada helaa ugu sarreeya, waxaa ugu hooseeya gruubka labadabala, man laysa lahu basiira wa huwa daciif, aragti fogna ma leh, hamad waxqabata iyo awood wax ku qabtana ma leh, aqoonina ma jirto, hamina ma jiro. Kaasina waa kaynu lahayn isagu tirsis maaha. Qayb saddexaad baa jirta, hadafka wuu garanayaa laakiin hamadiisa yar, waa almu'min daciifku nebigu ku tilmaamay. Hadaf wuu garanayaa janno iyo naar, iyo naar laga baxso, janno la qabto, ilaahay la raadceeyo, adduunku aanu fogeyn, hadafkaasi waa wacadiyay. Laakiin waa daciifu lhima, waxqabadkiisaa yar, aragtidaasi intuu u socdo ayaa gaaban. Qaybta saddexa afraadna waa qolada cagsigeedo casiimay leeyihin iyo himma, laakiin basiiradoodaa liidata. Idan wixii dhaqaaqaba way iska raacayaan, laakiin raacistooda xawli ku soconaysa. Sharka hadduu bilaabana xawluu jarayaa, khayrka hadduu bilaabana xawluu jarayaa. Laakiin waxaa liita kala soocooda. Markaasu wuxuu leeyahay Ibnulqayim, laa yakaadu yumayis awliyaa araxmaani min awliyaa ashayطaan bal yaxsab kula sawdaa'in thamara wa kula baydaa'in shaxma wa yaxsab ilwarama shaxma shaxman waddawaa'a naafica summa liannahu laysa cindahu cilmu wa basiira fi diin, buu leeyay. Wixii cadba baruur buu moodayaa, buu leeyay. Wixii cadba baruur buu haystaa, buu leeyay. Wixii madowbana midhuu moodayaa. Yacnii aqoontaa liidata, laakiin himadiisu way sarraysaa.
كوح قرى هجانك وعدتنته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين والصبر كوح ده سو قرى أيها هجان وعدتنته هذا بقى أيها الأحبة وحين لنا هذا هدف صح نغضه همده ولا كمارمان إن أتقف هم له هان له هيكسي له هيرالو موغضه إن أد نقطة ولا كمارمان همده مش أي دكتور وحي علماء دويد هذا وقلبك هدي همده دو أي كور ريسو حتى تشركو هدو قيودكو حرين يهي قيود دو كفر فرما همده هذا كور ريسو بل أن لبا معقد لبا قفو كرسي كدو الفرديان تلمامو فلسطين ومغشانيو أرر حماس الليلة دو يهود جهات كل شروع سكردعيو دوني دو حيبام يا ليل غقراعيو والاستفاعية أرر كان ننك سميي هقامين يي هقايي كرسو دول سارا ميل دقاق دو شركي سيما شرين مركو وحخرين ايو وراغضة كتاب القرآن وآخرين أيانا ندلعو رجوج شري ما لين بيو حيد هذا نين كودلعى بس أحدي كجماعي شو رجابو قروه أيو كتاب كي وآخرين وراغضيس عرب كويس كدايين وكل رجوا مال دغاغضة عرب ولي مع ذلك حق يهودات بهر تاجين يهي نختار كيس أيروا أد بعدو تمر در رئيس واحدو باهنت إن الصينو دبتنا وحولي ماي مساجد كهاللي جيو رمضان بهدا وعوا سوتشي دي أبوا وعبادة سنة يا سوتشي دي سقى كرسي قال لجوس سيدا لقى صار أي مساجد كه إسرائيل كا كرسي قال لجوس سيدا أنت وقت كيس ويدا مركي مساجد كه لقى صار أي أي فانتنا ما ضعير كمرين الله صاد رجعن طال لقى لفتي يعني إنك هسي هم مسيدي شدنا أنت هسوكي إتال كيس وعرف كار دغ دغ غي عقل جنا وقباه لكن اسمه أن مقعد باتي قفر ديابا طام وحبقى بنكرين اسمه له وحو تاغي ينو دين تيسا يوم الديسا يدد كيسا بحرية ومطر دنبو أها محي هقان روحي وهو قامن حركات دنو جهادي واستفاعي وحسكربي دولة دنو دوني دواوين بوات كيسان كاريلا نينكاسي أن وحبقى بنكرين كرسي قلو تشيد أيوات كيسان كاريواي همي قصر يعني حقا قال كنا إذا كتوسيه سينسيه هنك ما أنت علمك فيه سجسك دوني دو عن سنة ملحد كيلا كتب تن ما أنت عنك عليه سنة هو مقعد وسيدا إنك أسيوك عليه وكرسي جو قصر يا كامبريدج يونيفرسيتي كرسي جو نيوتن فردي يشري ونيك فردي دوام بلسيه تقاعد إنه كفرسته وستيفن هوكنز ستيفن هوكينج وانين إنجليزا وسقط دوري تبانشيرا وكرد عيشالل وشد كرد مشالل قبه وان ميلنا دقائق إنن عد كمشيم باك صار سارة وان ثيوريتيكال فيزيكس كدوني دو قيمة هبضن لما أنت إلا تلمامه وان كان لما حي قضايات كان لقط تلمامه إن ميله المدوع عرك إلا شهقه the black holes أركتيه دي سيء وحكو صابسن وأقول يهان كدوني ده هو قامين أيه هذا الكمشين بقى صار سارة مال دقائق سامة شرو مو صارن نور مقعد بات يعني مالنا ونولينه هن كيسو حو قرسي أقول يهان كدوني ده هو قامين أيه علم جا في سكس كيونو هالكاسر نقطة إيش هو كرسي قال لقو شيء ده يو وعرب كان كهاد لينه بحاجة تانية كهاد لينه شو إذن قفكو هدو هن ليه هاي ولو تشركوا حرحرين يهيو أنو تشيرين هنكو ميل سرو قارسية ولذلك بإلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامي قصان بدن دين كورمو لبن نبي ومدنة دوني دوردن لوف ديدي وحيا ليبا نبي سليمان إلهي بوح ويدي استيمحي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ملكي انت لك با الهي سي شنو هي انسب الله سخري دبا اله لو فديدي اقون دوله دا انت لك اسلامي ابو مامول يو حكومي هنولها هو كاسي جن هي انسب مامول يي
إلهي مركو سيفيني وحكو سيفي محي نعم العبد إنه أواب إلهي وحكى له قرآن كوكو شيغي النبي منزل دا إسنا قاري لكن إسنا تشيفة وسداد يتبان سنو تشيفي ولقا ودتقي وطمري كرنا ماتي ورولك تشيفة لكن هنكي سوية هاي مد ربي كحرانا عن دوني دانية وحفظه يا الله دمانة ومغانين إسنا بصبره هنكي سي يا همدي سي وحي قارسي سي إن إلهي وكسفة يا إساقنا محي نفس التعبير نعم العبد إنه أواب إلهي إساقنا كنت الماما ونبي أيوب إذن شركو إساقو حر حران ووقفكو سرير تشيفو أيا هدو هنسر لي إيهي ونقن كرام حي ونقن كرام بدميل سر وقارسيو ولذلك أيها الأحبة وحين لنا قفك هنك يا همة صريسة ما لنا عمل كأجو قارن به حتى أكو قارسين كرت آخره نبي عليه الصلاة والسلام حديث كينوة المامي من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة نك وانا كهمية حتى أنا يسور تجلنا نقبطه إلى هاي وحو قرام حي حسنة كاملة بالليل النبي يقول عليه الصلاة والسلام من سأل الله شهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ننك إلهي سنب ويدست شهادة إنه جهات ما شهاده هنكي سهل كاسو جوغا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إلهي سبحانه وتعالى وحو قارسية منازشة شهادة حتى هكو قريودنا محي فراش كيسا كور كيسا نهكو قريوده بل النبي عليه الصلاة والسلام وعنات المامي إن بالمدينة للرجال ما صرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم مدينة رقبة شوقي بالنبي يقول غزوة تبوك مركي الله بحي لقبتي دقال كاسي وحي هيد وقتي سمرة حقاية وكلل وقتي كان دي سعودي وكونتاكية وحقادان danka kale marka loo eegana waa waqtiga ugu barwaaqo badan ee khaliijka waqtiga timirta uu bislaato dagaalkaasi wixii uu nabigu ka xayn karay uu ka xayay saxaaba u timir rabtay inay raacdo laakiin wax la fuulaan haysan lama lugayn karo oo waqtiga kan de temperature ku muddo fogna waa la soconayay temperature kuna 20 degree buu maraya meel cid lugayn karta ma jirtay qofku waa inuu wax saaraada waa in wax la ka koox saxaabada kamid uu waayay nabigu wuxuu saaro quraanku waxa ino tilmaamaya iyagoo ilmeynaya inay noqdeen xazanan iyo kam murugaysan inay nabiga raaci kari waayeen hammigoodu wuxuu ahaa inay jihatamaan min iskasto ay samayn kariyeenna way isku dayeen bale waa u ooyeen calala qalin la qaadana waxba waa ka suurtoob weyday laakiin nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu soo noqday ee uu soo socdo saxaabadii la socotay wuxuu ku yidhi magaalada madiina rag baa jooga aidan socod soconin ama dooxo waadi aidan ka tallaabin ilaa iyo waydin la socdeen xabasahum alcudur buu nabigu yidhi xabasahum almarad fi bacdi riwaayaat yacni hammigoodu iyo niyadooda xaggan gaadhsiisnayd النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامة إنك هجرة واحد حدي إيه دب تندح ذكو جري يودي قد أوقع الله أجره على قدر نيته بنبوي إله يجر كيس واحد لجاي نيتي سهل كي جارسي سنيت بل النبي عليه الصلاة والسلام حينات المامة يا دتك بر ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه نبي حلي ما جرى قف هبينك لازم تشرين صلاة الليل كي ستك ودان مرة بك سيحن شرين لكن أي هبين هرداد الله تكتي أو إشو كحق بعض السي كأجر كي والله قرية أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام هرداد يسونا صدقة إلى هاي سيئي بأي كواهي دولي بأ وأصحاب الهمم العالية وضد هن له هن وحقبض له وادد هيكس إلى هيكس وحقبض له وادد هير أموضه وصعد كان قبين الصعدة لكن مررك قاركود أي أود حكميسا حتى هدي أود حكميسو عند الله أجر كوالي ما هو نبغة المامية
هنكو وحو تلمامي بن آدم كو ضدك بربا ونبي كو تلمامي هنكي سلو لنكا كو قال آخره إلهي قرآن كم حين وتلمامي محي وسابقوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا يسابقوا با إلهي وايري أبرة تمع إيا أردق تمع إيا وهون لو لنقلا ومحي الله لما إنا قادان وحل الله لما يا وإن لقادو هدف كيل الربي وإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات لا بدا يدود القرآن سورة الحديد يا النسامية هاي سورة الحديد يا آل عمران إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامين نرقتنه برتنه بل برتن كاه ديق نبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام سبق درهم ألف درهم مئة ألف درهم درهم أيا بقول كنا درهم كديري ابن النبي قولي بل درهم بقول كنا لبرتما يقياس أما كن درهم وحنفل يا حديث كونه مئة ألفها أيا كان حديث كيدك تحقيقين لكن واحد ماشي كم مغطى هل درهم أو كن لبرتمية شدو لبرتمي كريا وحو لبرتمية هم ذاك لنوع عهد مدنا حولو هكتي سوى اسكدة طريقي ملام لهين انت نمو قبطورة ماشو كتورة ننه لبد درهم بو هيستيو لبضي بو مدنا فتا كتشري ومحو كتشري هم يسينو حقيقية ماشو صعده نفط ما يورانين وار لا حجي عليه صلى الله عليه وسلم ما شت انا بار با كتاغان غاچنا وا لو دنتاي اسك بخين ان ادو قاد كو نولاتيده اي و خو ربا هدف كي سيو و خو و سودا كلا وين غاچدان يا ور ور كان بني ادم كو قبا ساسي دراديد بو درهم كي سبخي اذا درهم كاني و خو لو لان كولا جيرا قومانكم كاله ما خا لو لان كا لا غليي و خا لا غليي نفتيس و خا لا غليي هميغا و هيو هذا بايو هل حبا وحين لنا إسلام وحين أقول يريا خلقاسي رفيع عيني نقارنو رقا كاوانا أكسنين نيالنو إلهي قرآن كوحكو لي رربنو إسرائيل إن بدن بال لقوميست دبتنا ويهن يرادين إن بدن بال لقوميست ويهن يرادين وردين تحوق قاتو حوق وقول لك مددال هيدين كم مغضال لوغ تاقواي إلا بور لدول قبطول ليري محي خذوا ما أتيناكم بقوة إلى هيري خذوا قاتبا ليري ما أتيناكم بقوة وحانو يدين سينيبا إلى هيري حوق قاتا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني داتكم مركو قميسي قترادا بدل لكو صون والعظم مدكو شرق قميسي وهنشبا ولذلك رب إسرائيل هنكو دو غور مدبو قعي بيت المقدس غور ما يقبصدين كوي هرواتي لوغو تاقوايا دادنا نغوا فرفردين آية موسو إذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بيجا هنكو دي نغضي